السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. كيفكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ لقاءنا اليوم عن موضوعنا اللي هنتكلم فيه، آخر طابق سلسلة الماكرو أند مايكرو نيوتريانت أو النيوتريشنال أنيمالز المختلفة. بعد ما استعرضنا سويا كلامنا عن الدايتري كاربس والفات، البروتين، الووتر، الفيتامينز، بنختم النهارده هذه الكاتيجوري بكلامنا عن المينرالز. المينرالز كلامنا فيها في البدايه مش هيختلف قوي عن كلامنا في موضوع الفيتامينز، في كون ان الشخص او اي فرد فينا بحاجه او The human body requires a variety of minerals. يعني نحن بحاجة أو جسمنا بيتطلب المينرالز المتنوعة، تمام؟ In different amounts، بكميات مختلفة على حسب أهمية وعلى حسب الفانكشنز اللي بيقوم بها كل مينرال. ليه؟ يعني ليه احنا اجسامنا في حاجه للتنوع من العناصر او من الاملاح المعدنيه المختلفه؟ لان تو بيرفورم نيوميروس ميتابوليك تاسكس، لان كل عنصر فيهم او كل مينرال له وظائف ومهام عده. A mixed diet of varied food and adequate energy value is the best source of the minerals necessary for health. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نرجع تاني للقاعدة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها، التنوع الـ variation والـ moderation. لأي نظام غذائي علشان نقدر نقول إن هو تمام سليم فلازم قائم على فكرة التنوع من العناصر المختلفة. لو إحنا بننوع في أكلاتنا داخل كل وجبة من عناصر مختلفة ومصادر من الأغذية المختلفة، فمعناها إن إحنا بنضمن إيه؟ بنضمن حصولنا على هذه المينرالز، تمام؟ بنتزود بالأدكت إنرجي، نحصل على الطاقة يعني مطلوبة، الطاقة الكافية لينا أو الطاقة اللي إحنا في حاجة إليها، بالإضافة للتزود من تلك العناصر اللي هي الأملاح المعدنية المختلفة. Of the total amount of minerals a person consumes only a relatively limited amount is available to the body. يعني ايه؟ يعني كل اللي احنا بنستهلكه واحنا في حاجه محدوده من هذه الايه؟ العناصر. جسمنا في حاجه محدوده او في حاجه من في حاجه الكم محدود من هذه العناصر. طيب اما نيجي نتكلم عن الفانكشنز اجمالا في فرايتي، يعني ايه؟ يعني أنا هنقول الأملاح المعدنية بتقوم بهذه الوظائف عناوين رئيسية ليها، وبعدين بعد كده نخصص لكل وظيفة أو لكل عنوان وظيفة إيه الميجر مينرال اللي مسؤول عنها. طيب إيه عناوين الوظائف إجمالا؟ بيلد، يبقى المينرالز بيلد، بناء، أكتيفيت، تنشيط، ريجوليت، تنظيم، ترانسميت، نقل، كنترول، تحكم. دي عناوين رئيسيه. يبقى انا عندي بيلد، اكتيفيت، ريجوليت، ترانسميت اند كنترول، يعني عندي خمس وظائف رئيسيه. الخمسه دول مش مسؤول عنهم عنصر واحد، احنا بنقول في الاجمال ايه وظيفه المينرالز، عممت هنا او جمعت. فهنبتدي ناخد نتكلم عن مينرالز معينه ونقول الايه الوظيفه خاصه بيهم ايه. For example sodium potassium control. يبقى أنا عندي عنصرين أهم، الملح الصوديوم أو الصوديوم، البوتاسيوم ملح البوتاسيوم، الاتنين دول وظيفتهم كنترول التحكم. الاتنين شركاء على فكرة، الاتنين بارتنرز، يعني الاتنين بيقوموا بنفس المهمة مع بعض، تمام؟ طيب بيتحكموا في إيه؟ في الووتر بالانس. يعني ايه الووتر بالانس؟ يعني زي ما اتكلمنا في موضوع الووتر بالانس من قبل، ان الميه داخل اجسامنا بتشكل جزء قيم من تكوين جسمنا، وبتقوم بعده وظائف، ولينا عده ولينا احتياج، وهناك عوامل بتتدخل في الاحتياج. كمان قصه الميه اللي موجوده داخل جسمنا ما هيش موجوده كده بالشكل العشوائي، لا
ده متوزع يعني، ربنا وزعها كده وبحكمة معينة، في نسبة داخل الخلية النسبة الأكبر، وفي نسبة خارج الخلية اللي هي سواء كانت في السوائل اللي بتحيط بيها وتحيط بالأنسجة، أو سواء كانت على شكل إفرازات أخرى. فبالتالي مين المسؤول عن قصة إن تفضل النسبة المقررة داخل زي ما هي والنسبة المقررة خارج زي ما هي؟ ده دي وظيفة اسمها كنترول، اللي مسؤول عنها العنصرين دول. عشان كده لو حصل خلل فيهم بالزيادة أو بالنقصان، يبقى عندي مشكلة وهنتكلم فيها حينما نتحدث سويا عن هذه المينرالز. طيب عندي ده كده وظيفة كنترول. في وظيفة أخرى، نعم، زي إيه؟ بيلد، البناء أو التكوين. مين الميجر مينرالز اللي مسؤول عنها يا جماعة؟ عنصرين برضو بارتنرز بنفس القصة، الاثنين بيتشاركوا سويا في هذه القيام بتلك الوظيفة، اللي هم مين؟ الكالسيوم والفوسفورس. الكالسيوم والفوسفور بيبنوا ايه؟ بيبنوا لي الفريم ورك بتاعنا، البادي فريم ورك. يعني ايه؟ يعني احنا جسمنا كده، جسمنا كده من ناحيه تشريحيه في اطار شايله، في اطار شايله، شايل هذا الجسم. ايه هو الفريم ورك الاطار ده؟ اللي هو ايه؟ الهيكل العظمي بالعظام والمفاصل. تمام؟ يبقى الهيكل العظمي اللي هو الاطار اللي مبني على جسمنا، تمام، ده اللي هو ايه بيتكون او تكوينه معتمد على هذه العناصر الكالسيوم والفوسفورس تحديدا. دي وظيفه البيلد. كويس، يبقى اتكلمنا عن الكنترول وقلنا المسؤول عنها الصوديوم والبوتاسيوم وشركاء بيسيطروا او بيتحكموا في ايه؟ في الووتر بالانس، البادي ووتر بالانس. اتكلمنا عن البيلد، مين المسؤول عنها؟ الكالسيوم والفوسفورس. بيبنوا ايه؟ بيبنوا البادي فريم ورك اللي هو الهيكل السكيلتون يعني، او الماسكولو سكيلتال سيستم اللي هو الهيكل العظمي. وظيفه ثالثه اللي هي بيلد برضه، او وظيفه ثانيه بيلد برضه، خليها في اطار وظيفه ثانيه، بناء برضه. مين العنصر المسؤول عن البناء هنا؟ الايرون، الحديد. حلو، بيبني ايه؟ بيبني حاجه اسمها ماده اسمها اللي هي الهيموجلوبين. مالها الهيموجلوبين؟ جزء من تكوين الريد بلاد سيلز، كرات الدم الحمراء. الهيموجلوبين ده ماله؟ ايه وظيفته؟ بين قوسين اكسجين كارير، ناقل للاكسجين. الاكسجين ده بمنتهى البساطه هو النارشمنت الاساسي لكل خليه. يعني عشان كل خليه في جسمنا تفضل عايشه بتعتمد على انها تتزود بانتظام وباستمرار بالاكسجين. الاكسجين ده وصل لها من خلال ايه؟ الهيموجلوبين. اللي موجود فين؟ اللي موجود في الريد بلاد سيلز. اللي موجوده فين؟ موجوده في البلاد. من خلال ايه؟ من خلال البلاد سيركيوليشن. لغايه هنا اتكلمنا عن وظيفتين رئيسيتين، البيلد زي ما احنا اتفقنا والكنترول. كوبالت از ذا سنترال كور اوف فيتامين بي 12. الايودين اللي هو اليود برضه بيلد، بيساعد على البناء. بيبني ايه؟ الثايرويد هرمون، هرمونات الغده الدرقيه او اللي بتفرز من الغده الدرقيه، which in turn regulate the overall rate of body metabolism. تمام؟ يبقى اليود او الايودين بيحفز الغده الدرقيه على افرازها لهرموناتها او انتاجها لهرموناتها. هرموناتها دي بتعمل ايه؟ دورها ايه؟ ايه دور الثيرويد هرمون؟ ان هي تنظم عمليات الحرق، تنظم عمليات التكسير والحرق، الميتابوليزم اللي بتحصل طول الوقت. لغايه كده يا جماعه في اي سؤال او استفسار؟ الامور تمام؟ طيب بنكمل. ده احنا قلنا عناوين رئيسيه للوظائف واستشهدنا او اتكلمنا عن كام وظيفه. كم وظيفة؟ طيب هندخل بقى في تقسيمة المينرالز، تقسيمة البادي مينرالز. تمام؟ المينرالز الأملاح المعدنية أو ما يعرف بالمينرالز أو الإلكترولايتس are classified according to their relative amounts in the body. هي بتتقسم على حسب كميات وجودها في جسمنا، كميات وأهمية وجودها في جسمنا. الميجور مينرالز عندي عنوان او عندي كاتيجوري اسمها ميجور مينرالز. ايه بقى الميجور مينرالز دي؟ ايه الاملاح المعدنيه اللي ليها اهميه او العظمى دي؟ هي ار نيسيسري ان لارج كوانتيتيز، يعني جسمنا في حاجه اليها بكميات كبيره.
ليه؟ فور اكزامبل الكالسيوم، لما نيجي نقول الكالسيوم وظيفته بناء، بيبني لي ايه؟ بيبني جزء كبير من الجسم اللي هو الاطار اللي قائم عليه جسمنا، اللي مشكل جسمنا، الهيكل العظمي ده احنا من غيره نتخيل هنبقى مجموعه اورجانس كده كانها في كيس يعني. لكن ايه اللي شايل توزيعه البادي اورجانس بتاعتنا؟ ايه؟ هذا الاطار، هذا الكيان، تمام؟ فاذا الكالسيوم من الميجر مينرال اللي جسمنا بحاجه الكميات كبيره منها. ليه؟ لانه وظيفته يبني هذا الهيكل. يبقى الكالسيوم فورمز ا ريليتيفلي لارج اماونت اوف توتال بادي ويت، ان هذا العنصر مسؤول عن الجسم في حاجه كميه كبيره، لانه هو ايه؟ مسؤول عن جزء كبير من جسمنا، جزء كبير من تكوين جسمنا او من جسمنا ككل اللي هو الهيكل العظمي والعضلي. With most of this amount being bone tissue، هو ده جزء كبير من جسمنا اللي هو ايه؟ العظام. في عناصر اخرى ميجور، نعم. ايه بقى؟ اما عندي سبعه، 7 ميجور مينرالز، الكالسيوم والفوسفورس والصوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كلوراين، سلفر. دول سبع عناصر هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفاصيل. في عندي عناصر اخرى، مينرالز are not less important، هي مش اقل اهميه، زي just occur in very small، ولكن الجسم بيحتاج لها او بتمثل كميات قليله عن العناصر الميجور، زي just occur in very small amount of the body. 18 عنصر، 18 عنصر تريس تحت بند تريس elements. يبقى احنا عندنا تقسيمة المينرالز او الكاتيجوريز ليها، عندي كاتيجوري بعنوان ميجور. ليه ميجور؟ لان هذه العناصر الجسم بحاجة لكمية كبيرة منها لوظيفتها او للوظيفة اللي بتقوم بيها. عندي تريس اللي هي عناصر اخرى، ولكن الجسم في اختلاف عن الميجور ان الجسم في حاجه من very small amount. طيب خلينا نبتدي نتكلم عن مينرال من الميجور. اول الميجور مينرال هنتكلم عنه الكالسيوم. وظيفته ايه؟ الفانكشنز اللي بيقوم بيها كالتالي. طبعا it has four basic functions، له أربع وظائف رئيسية أو أساسية داخل أجسامنا. أولها أول ما نقول الكالسيوم هو مسؤول عن بناء، بيبني، حلو. إيه بقى أو تكوين؟ البون، العظام أو السكيليتال، الماسكولو سكيليتال سيستم، الهيكل بتاعنا. بس كده؟ لا، والتوث أو التيث فورميشن، وتكوين الأسنان. تمام، دي الوظيفة اللي دايما مرتبطة بيها هذا العنصر او الوظيفه الاساسيه الاولى. عندي وظائف اخرى، نعم. الكالسيوم داخل فيه البلاد كلوتنج او مسؤول عن البلاد كلوتنج، عمليه تجلط او تخثر الدم. ليه؟ لان هو داخل في تكوين ماده اسمها الفايبرين. الفايبرين اسينشال فور فورميشن اوف فايبرين. الماده دي عباره عن ايه او الماده دي مهمتها ايه؟ تو كومبوز ذا بلاد كلوت، هي المسؤوله عن تكوين الجلطه. اشياء كده سبحان الله، عمليات كده بتحصل بشكل اوتوماتيك، يعني كأن الجسم متبرمج على هذه الوظائف. يحصل انجري او يحصل وم على طول، يحصل ايه؟ ان تبتدي الماده دي تتكون علشان توقف النزيف في المنطقه اللي حصل فيها جرح او اصابه. خلاص، هتوقفه ازاي؟ ان هي تتكون جلطه، خلاص تفصل بقى عن ايه؟ انه يفضل الدم يحصل له لص. تمام؟ طيب بس كده؟ لا، لسه في وظيفه اخرى، muscles and nerve action. الكالسيوم مسؤول عن عمل العضله والعصب من خلال ايه؟ ان هو بيعمل ستيميوليت للمسلس كونتراكشن. هي العضله تشتغل ازاي او ايه طبيعه عملها؟ حاله من الكونتراكشن والمقابل ليها ريلاكسيشن، انقباض واسترخاء، انقباض واسترخاء. المسلس اكشن مسؤول عنها هذا العنصر اللي هي الكونتراكشن. طيب هو كمان مسؤول عن النيرف اكشن، عمل العصب او الخليه العصبيه بتشتغل ازاي او بتشتغل على ايه؟ ان هي بتعمل ترانسميت للامبلس along nerve fiber. هو بيساعد هذا العنصر على نقل الاشارات العصبيه عبر الالياف العصبيه. يبقى لغايه دلوقتي اتكلمنا عن الكالسيوم، واحد من الميجور مينرال، عنوان وظيفته الرئيسيه بيلدينج، بيساعد على تكوين ايه او بناء ايه،
السكيليتال سيستم او الماسكولو سكيليتال سيستم بلس التيس فورميشن، ايضا بيساعد على عمليه البلاد كلوتنج تخثر الدم من خلال تكوين ماده الفايبرين، بيساعد على عمل الماسلز او الماسلز اكشن والنرف اكشن. ماسلز اكشن يعني معني بايه؟ معني بيه استيميوليت للماسلز كونتراكشن، بيحفز او بينشط انقباضه العضله. وطيب والنرف ان هو بيعمل استيميوليت للترانسميت او ترانسميت للامبلس، ساعد على او بيحفز او بيساعد على نقل الاشارات العصبيه عبر النرف فايبرز الخلايا العصبيه. طيب في وظيفه اخيره عندي، ميتابوليك رياكشن، عمليات الميتابوليزم. الكالسيوم از نيسيسري فور ميتابوليك فانكشنز، هو مسؤول عن عمليات ايه اللي هي او وظائف التمثيل الغذائي اللي بتحصل في اجسامنا. ساتش فانكشنز، ايه هي عمليات التكسير او التمثيل هنا؟ سواء ما كان له علاقه بامتصاص الفيتامين بي 12، ما له علاقه بتحفيز البنكرياس على افراز الانسولين مثل ذلك يعني. نقص الكالسيوم، نفتكر مع بعض فيتامين جي. في حالة الديفيشنسي بيحصل ايه؟ السوفتنينج اوف بون اللي اتكلمنا عنه، بين العظام، اللي هو حالة الريكتس لدى الأطفال اللي هو الكساح، والأوسيوماليشيا لدى كبار السن. طيب أو لدى البالغين يعني. والأوسيوبروزس لدى هشاشة العظام لدى كبار السن. طيب إذا هنرجع بقى ونربط نفس القصة. في حال نقص الكالسيوم إيه اللي بيحصل؟ ريكتس. الريكتس اللي هي softening of bones، لين العظام، عظمة تبقى طرية. مجرد ان العظمة طرية يعني ممكن يتغير شكلها. يتغير شكلها زي ما اتفقنا، اللي بيبقى واضح فين؟ واضح في منطقة الساقين اللجز. يبقى شكلهم ايه؟ باو لجز. باو لجز يعني الساقين مقوسين مفتوحين قدام بعض، يبقى شبه القوسين المفتوحين. دي مشكلة اللي هي مشكلة الريكتس او لين العظام لدى الأطفال. طيب الكبار هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم osteoporosis. الاوستيوبروزس هشاشة العظام. يعني ايه هشاشة العظام؟ يعني الكثافة بتاعت العظمة نفسها او العظام نفسها بتبقى رفيعة، ملهاش قوام معين او كثافة معينة، يبقى رفيعة او نحيفة بشكل غير طبيعي، abnormal thinning of the bone. طيب بالاخص مشكلة هشاشة العظام بتبقى واضحة في مين؟ واضحة قوي لان اللي عنده اكتر استعداد هم السيدات، بس بتظهر عليهم امتى؟ في المينيبوزال، فترة بعد انقطاع الطمس. بس كده ده كده ايه؟ يعني المشكله الناتجه من خلل او نقص في هذا العنصر نتيجه وظيفته او خلل في وظيفته اللي هي بناء العظام. طيب المشكله الثانيه ان هو مسؤول عن المسلس اكشن. الكونتراكشن بيعمل ستيميوليت المسلس كونتراكشن. طيب المشكله اللي هتنجم من الخلل في هذه الوظيفه يحصل التيتاني. ايه هو التيتاني؟ هي كونديشن كاركترايز باي ابنورمال ماسلز سبازم، يحصل تقلص غير طبيعي للعضل نتيجه الكونتراكشن بشكل عالي. طيب يا جماعه الاطعمه اللي فيها هذا العنصر فين موجود الكالسيوم؟ طبيعي ان احنا على طول نبقى عارفين الحليب بمشتقاته، سواء بقى تحت بند لبن، جبنه، اي شيء داخل في تكوين الحليب، ايس كريم وهكذا. أي سؤال أو أي استفسار للحظة؟ أي سؤال؟ ننتقل من كلامنا عن هذا العنصر لعنصر تاني شريك للعنصر الأولاني في أغلب مهام، اللي هو إيه؟ الفوسفورس. الفوسفور، ما إيه الفانكشن من هذا العنصر؟ هو serve as partner، serves as a partner with calcium in major task of the bone and teeth formation. يعني ايه؟ يعني هو شريك للكالسيوم في وظيفته الرئيسيه او المهمه الرئيسيه اللي هي بناء الهيكل العظمي او بناء العظام او تكوين العظام والاسنان. بس كده لا، لسه في فانكشنز اخرى منها انرجي ميتابوليزم. طيب فوسفورس از نيسيسري فور كنترولد اوكسيديشن اوف كربوهيدرات فات اند بروتين ان بروديوسينج اند ستورينج افيلابل انرجي فور ذا بون. يعني ايه؟ يعني هو داخل له دور في عمليات التمثيل الغذائي اللي هي بالحرق، عمليه الحرق اللي بغرض تزويد الجسم بالطاقه. طيب الحرق ده بيحصل ليه او التكسير والتمثيل الغذائي بيحصل ليه؟ بيحصل لكل اكلاتنا اللي بتحتوي على عنصر الكاربس او الفات او البروتين.
فبالتالي الناتج من الحرق ده اللي هو الاوتكم منه ايه؟ ان الجسم يتزود بالطاقه اللي هو في حاجه اليها. بس كده لا، لسه في اسيد بيس بالانس، هو بيحافظ على التوازن ما بين، في عندنا الافرازات اللي داخل الجسم ليها بي اتش معينه، ليها رينج من بي اتش، رينج البي اتش هو بيحافظ عليه، يعني بحيث ان السوائل لا تبقى اكثر قلويه ولا حامضيه. فايتس امبورتنت بافر، هو بيعادل ماتيريال ذات بريفنت تشينجز ان اسيديتي، يعني بيمنع حدوث تحمض للبادي فلويدز. فهتفضل البي اتش نسبه التوازن في الحامضيه او للقاعديه متوازنه، النسبه دي تبقى متوازنه، لا يحصل تحمض للسوائل اللي موجوده في اجسامنا. طيب الديفيشنسي ستيت، لو قل او نقص عندي هذا العنصر برضه نرجع لنفس الفكره، وظايفه ايه؟ فبالتالي لما هيقل هيأثر ازاي؟ هيبقى في مشكله في البون، يبقى results in bone loss، مشاكل في العظام. طيب بس كده لا، هيبقى في خلل كمان على مستوى الابيتايت، لانه الشخص هيبقى ويكنس وفاتيك، الشخص ما عندوش طاقه فمش قادر يؤدي، فبيشعر بحاله من الضعف وحاله من الاجهاد. عاده بيصاحب الحالتين دول خلل في الشهيه، يعني ما حدش هيحس بالضعف كده يا جماعه، والخمول والكسل والاجهاد، وهيبقى يعني سوي ما عندوش مشاكل في الشهيه، لا هيبقى في عندي مشكله في العظام، نعم لانه في نقص، فبالتالي اثر على الوظيفه الاساسيه اللي اتكلمنا عنها، بناء العظام والاسنان، بلس هيبقى في الطاقه مش كافيه، فمعناها ان الشخص بيشعر بالخمول والكسل والاجهاد والتعب، ومعاه خلل في الشهيه. وبين ليه؟ لانه برضه نفس القصه، مع حاله الضعف بسهوله ان الشخص مع اي مشكله يحس بالالم. food sources، ايه الاطعمه اللي بتحتوي على هذا العنصر؟ الهاي فود بروتين او بروتين فود. الفوسفورس يا جماعه هو داخل في تكوين البروتين وموجود في الاطعمه اللي فيها، او اوريدي اصلا موجود في الاطعمه اللي فيها البروتين. البروتين موجود فين؟ من مصادر حيوانيه تحديدا، موجود في اللحوم بمشتقاتها، الحليب بالمنتجات، حليب الاسماك، البيض، يبقى كل الاطعمه اللي بتحتوي على البروتين او الهاي بروتين فود. كمان ليه قلنا هاي؟ اللي هو البروتين من مصدر حيواني زي ما استعرضنا امثلته دلوقتي، هي اللي بتحتوي على بروتين ذات قيمه بيولوجيه عاليه عن البروتين اللي من مصدر نباتي، فبالتالي هذا العنصر متواجد في هذه الاطعمه. طيب الصوديوم، ملح الصوديوم اللي هو كيميائيا بيربط ان ايه؟ ايه وظيفته؟ ايه الفانكشنز ليه؟ المين فانكشن اوف صوديوم، هنبتدي هنا نتكلم عن عنصر عنوان وظيفته الرئيسيه كنترول، التحكم. بيتحكمني في ايه؟ في البادي ووتر بالانس، توزيع سوائل الجسم. فين تحديدا؟ فين؟ يعني الملح ده مسؤول عن ان يحافظ على توازن السوائل في الجسم، وفين اكثر تحديدا؟ خارج الخلية. خارج الخلية يبقى هنا مسؤول عن الكنترول للبادي ووتر بالانس. فين بيتحكم في السوائل اللي موجوده؟ فين توزيعها داخل اجسامنا؟ ميجور اكسترا سيلولار فلويد، يبقى بيسيطر على السوائل اللي خارج الخليه. فتفضل نفس النسبه، احنا قايلين قبل كده من التوتال بادي ويت السوائل، او من كل السوائل اللي موجوده في اجسامنا، اللي موجود خارج الخليه من 15 ل 20%، والضعف اللي موجود داخل الخليه. طب ايه اللي بيحافظ لي على ان نسبه السوائل اللي في الخارج تبقى بالرينج ده؟ هو عنصر الصوديوم. طب يبقى ده اول وظيفه. في وظائف اخرى؟ نعم، برضه اغلب الاملاح المعدنيه بتتشارك في الحفاظ على نسبة الحامض للقلوية لسوائل الجسم أو السوائل اللي موجودة في الجسم، الأسيد بيس بالانس. بس كده لا، المسلس أكشن يحفز أيضا المسلس كونتراكشن. بس كده لا، النيرف أكشن اللي هو ترانسميشن أوف إمبلس أو النيرف إمبلس بيساعد على نقل الإشارات العصبية عبر الألياف العصبية. And resulting contraction، والناتج من كده من عمل العضله والتحفيز او نقل الاشارات العصبيه، الناتج عنها الكونتراكشن.
طيب الصوديوم موجود في الاول ناقصه هيؤدي لايه؟ نرجع لهذه الوظائف تاني. اسيد بيز بروبلم بالانس بروبلم، في خلل في نسبه الحامض او رينج البي اتش. نعم في ماسلز كرامبنج. كرامب يعني ايه؟ يعني ماسلز سبازم اللي هي التقلص ده، كرامب اللي بيحصل هو تقلص العضل. التقلص اللي بيحصل ده ناتج من ايه؟ من النقص في عنصر الصوديوم. طيب ايه الاطعمه؟ ايه الاطعمه اللي موجود فيها هذا العنصر؟ الفود سورس ستيبل سولت اللي هو التيبل سولت اللي هو ملح المائده. لان احنا لما بنتكلم عن عنوان الكيميائي لملح المائده هو صوديوم كلورايد او كلوريد الصوديوم ال NaCl. طيب يبقى اذا انا عندي هنا هو موجود في الاكل في الملح اللي احنا بنستخدمه للاكل. مش بس كده في الاطعمه المملحه، الاطعمه المملحه هي الاطعمه اللي عليها ملح، يعني فيها ملح بشكل عالي شويه. سواء بقى الاطعمه اللي هي مالحه او المعلبه فبيبقى فيها املاح عشان التمليح هنا، او الاطعمه او اللحوم المطبخه سواء كان المطبخه لازم يتحط لها ملح او المعلبه لازم يتحط لها ملح عشان كطريقه لحفظها، او الوجبات اللي هي مالحه اوريدي. تمام يبقى ده ايه؟ ده المصادر الغذائيه او الامثله على الاطعمه اللي بتحتوي على عنصر الصوديوم. منه هننتقل للبوتاسيوم. البوتاسيوم ايه الفانكشن ليه؟ هناخده كده مره واحده، هنقول قولا واحدا هو شريك للصوديوم في وظيفه الكنترول. طيب حلو، كنترول ليه للبادي ووتر بالانس. تمام بيحافظ على توازن الجسم للسوائل اللي موجوده فين؟ انتراسيلولار، اللي موجوده داخل الخليه. يبقى انا عندي عنصرين بيتشاركوا في نفس الوظيفه اللي هي الكنترول، الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم بيحافظ على السوائل خارج الخليه، البوتاسيوم بيحافظ على نسبه السوائل او توزيع السوائل اللي موجوده داخل الخليه. طيب ايه كمان؟ برضو نفس الوظائف الاخرى من ناحيه الحفاظ على الرينج الطبيعي للبي اتش، ريجوليشن للنرف امبلس، الماسلس اكشن اللي هي الكونتراكشن، البلاد بريشر ريجوليشن بينظم ضغط الدم. اي عنصر ليه هو الصوديوم على فكره، هو والصوديوم ما دام هم ليهم علاقه مباشره بالديستريبيوشن او بالحفاظ على الديستريبيوشن الطبيعي للبادي ووتر بالانس، اذا لو في خلل هيبقى في مشكله في البلاد بريشر. الانسولين ريليز برضه بيحفز خلايا بيتا في البنكرياس على افراز الانسولين في حال ارتفاع البلاد شوجر ليفل. بالاضافه لان الاملاح زي ما احنا اتفقنا ليها دور في عمليات الميتابوليزم. طيب الديفيشنسي ستيت نقص هذا العنصر. البوتاسيوم ديفيشنسي از مور لايكلي تو ديفلوب ديورينج ساتش كلينيكال كونديشن. يعني ايه؟ يعني عاده بيحصل النقص في عنصر البوتاسيوم في الظروف اللي بتتسم او في المشاكل الصحيه اللي بيصاحبها لوس. يعني ايه بيصاحبها لوس؟ يعني في اعراض زي البرولونجد فوميتنج او الدياريا، سواء كان من اللوس هنا عندي من خلال الفوميتنج او الدياريا، او استخدام دايريتك دراجز اللي هي الادويه اللي بتساعد على انكريز اليورين، بتخرج اليورين او ادرار البول، او في الحالات السيفير مان نيوتريشن سوء التغذيه الشديد، او السيرجري حالات بعض انواع الجراحه عمليات الجراحه اللي بغرض ايه؟ ان الشخص يقلل اكله. طيب الكاركترستيك سيبتوم ديفيشنسي. طب لو انا عندي نقص في النهايه هذا العنصر ايا كان الكلينيكال كونديشن اللي بيمر بيها الشخص، المهم ان هو تعرض لحاله من النقص. ايه المشكلات بقى؟ هيبقى في هارت ماسلز بروبلم. هو شغال على ايه؟ شغال على العضله، بيعمل لها ايه؟ بيعمل ستيميليت للماسلز اكشن اللي هي ايه؟ الكونتراكشن. طيب هيقال يبقى هيحصل ايه؟ تضرر مباشر للماسلز. طيب انا عندي اكتر عضو عضلي شغال طول الوقت طول ما احنا، وشغل دلاله على ان احنا ما زلنا احياء على قيد الحياه هو الهارت. يبقى اول عضو عندي واضح انه هتحصل فيه مشكله عندي وعضو فايتال هو الهارت. هيحصل ايه للهارت ماسلز؟
يحصل فيها مشكلات، لأنه هو بيعتمد هذا العضو في عمله طول الوقت بيعتمد على هذا العنصر، لأنه هو اللي بيحفز عمل العضلة. طيب النيرف اكشن يعني المسلس اكشن. طيب إذا هتبقى إيه المشكلة بقى لما يحصل ضعف في الهارت ماسلز؟ لما يبقى في مشكلة في الهارت ماسلز أو في هارت ماسلز بروبلم، قد تصل حالة النقص أو في حالات النقص قد تصل بالشخص لكاردياك أريست، توقف القلب تماما. بس كده لا، هيأثر لي على فيتال سيستم آخر اللي هو إيه؟ اللي هو الريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، هيأثر على الماسلز في هذا الجهاز. طب هيعمل ايه؟ هيعمل ويكنس برضه، ضعف. يبقى انا عندي ويكنس للريسبيراتوري ماسلز، لما يبقى في ضعف في عضلات الخاصه بالجهاز التنفسي هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه مشاكل في عمليه الريسبيريشن، يبقى في بريزنج ديفيكالتيز، صعوبات في التنفس. بس كده لا، في عندي كمان سيستم اخر افكتد اللي هو الجي اي تي، هيبقى في عندي بور انتستاينال ماسل ستون، ضعف في قوه العضله او في عمل العضله اللي موجوده في الانتستين. طيب النتيجه هيبقى في بلوتنج يعني ديستنشن خلاص، ومعاها اوفرول ماسل ويكنس. احنا اشرنا لبعض من السيستم اللي هيحصل فيها ضعف في عضلاتها وايه المشكلات اللي هتنجم عن ذلك، ولكن هو في الاجمال هيبقى في ضعف في عمل العضلات على مستوى الجسم، او حاله من الضعف اجمالي على مستوى او ضعف على مستوى الجسم اجمالي. ايه الاطعمه يا جماعه اللي فيها البوتاسيوم؟ ايه هي الفود سورسز؟ عندنا richest source of potassium are unprocessed food، الاطعمه اللي هي مش مطبخه، اللي هي بحالتها، الاطعمه اللي احنا بنجيبها زي ما هي، اللي هي الفواكه مثلا على سبيل المثال، وكلها اللي هي بتاخد اللون لون اصفر او برتقالي، البرتقال قشرته الخارجيه صفراء، الموز القشره صفراء، تمام، من الخضروات البروكلي، الخضروات الورقيه، اللحوم الفريش، الحبوب، مشتقات الحليب، البطاطا العاديه اللي هي البطاطا اللي بناكلها او بنطبخها، علشان كده القشره بتاعتها لو كويسه وهي البطاطا الثمره نفسها فريش وقشرتها جيده نغسلها كويس. وفي اغلب الوصفات بتتعمل البطاطا بقشرها، يعني زي ما هي تستخدم بقشرها من غير ان احنا نشيل الغلاف او نزيل الغلاف الخارجي. تمام، خلينا نقف عند كده ونشوف دلوقتي مين معانا بالقايمه. حمزة موجود، زينة، أحمد سمير، دكتورة زينة موجودة، أحمد مصطفى موجود يا دكتور، أروى موجودة يا دكتور، أسامة موجودة يا دكتور، إسراء، إكرام، إسراء نعم دكتورة موجودة، البتول نعم دكتورة، الزهراء نعم دكتورة، أميمة موجودة يا دكتورة، آيات موجودة دكتورة، بسنت موجودة دكتورة، بيان القرآن وبيان شناعة نعم دكتورة، بيان القرآن موجودة وبيان صناعة، جمال نعم دكتورة، حالة جمال وحالة شفيق موجودة نعم دكتورة، حالة شفيق كمان معانا، حالة عيسرة نعم دكتورة، راما، رودينا، ريهام موجودة، سالي، رهف موجودة دكتورة، سالي، سنابل موجودة يا دكتورة، موجودة، صفوان نعم دكتورة موجود، عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن فيصل موجود دكتورة، موجود، كريم موجود دكتور، مجد
موجودة دكتورة. مايا دكتورة مايا مايكة معلق ماشي او اسمها ظهر عندي في القائمة. مكة موجودة يا دكتور. منى موجودة يا دكتور. نهال السيد موجودة يا دكتور. معينا كلام كمان مين؟ نور دكتورة. نعم دكتورة. نور خلاص. نورهان السيد موجودة يا دكتور. همسة موجودة. نورهان رمضان موجودة يا دكتور. وعد نعم دكتورة موجودة. تمام. حد ما سمعش اسمي أنا عمار. دكتورة أنا ما سمعت اسمي. بتقول ماشي يا بطول. دكتورة عمار فضل. ما تقلقش اسمي عمار. لا أنا قلت يا عمار ما تقلقش. حد تمام. تاني طيب خلينا السيشن قربت تخلص واللي هيتوجه لصلاة المغرب وربنا يتقبل كنا نتكلم الموضوعنا في السيشن الثانية إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مؤقتا. سلام يا جماعة.